ايه اللي جابك؟ انا شو قلت لك تختفي؟ المره اللي فاتت لحقتيني قبل ما ادخلك. وانت بقى جاي هنا ليه؟ قاصد الناس كلها تشوفك؟ بالظبط، وما تتعبيش نفسك. انا مش ماشي، انا قاعد لحد ما نتفق. مش لايق عليك الحركات دي خالص يا علي، ولا اسلوبك ولا تربيتك تقعد تبتزني وتهددني. ابتزك؟ امال اللي بتعمله ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اقول ان انا عايش، موجود، مش ميت. ودي بقى الطريقه المناسبه؟ طب قولي لي نعمل كده ازاي؟ وطبعا من غير ما تقولي لي ارجع امريكا تاني او اختفي او ادخل مصحه هنا. انا خلاص خفيت، بقيت كويس، وعايز ارجع لحياتي القديمه. حياتك بقى هنا في الكلينيك؟ وانا قبل ما اخرج اعلان كنت بعمل ايه؟ انا كنت مدير الكلينيك دي. كنت مدير عليكي ولا ناسيه؟ لا مش ناسيه، بس في حاجه مهمه ما فكرناش فيها، غاليه. هنقول لها ايه بقى؟ كنا بنكدب عليكي ولا كنا بنضحك معاكي؟ بابي عايش، بابي ما ماتش. ولا نقول لها انك كنت عايز تموتني زمان وتموتها هي كمان؟ ولا اقول لها بالمره بقى فضايحك كلها ونخلص؟ شفتي بقى، اهو انت اللي بتبتزيني دلوقتي. انا مش ببتزك، بس مش معقول نتفق على كدبه كبيره زي دي وفجاه تقرر تغير كل حاجه. خلاص، زي ما اتفقنا على موتي نتفق ان انا ارجع تاني للحياه. بذمتك شفتي حد بيستأذن حد تاني في حياته؟ انا مش بستأذنك في عربيه ولا بدله، انا بستأذنك في عمري. تسمحي لي اعيشه؟ علي انا عايز اسالك سؤال، هو انت بجد بطلت تضرب؟ اصل اللي انا عارفه انك هربت من المصحه. بطلت يا سلمى. متأكد يا علي؟ متأكد.